بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقس حار رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية. هيكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائل الحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هلا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. تفاصيل الجو النهاردة، وهل لسه إحنا متأثرين بمنخفض الهند الموسمي؟ هو طبعا بالفعل ما زلنا متأثرين بامتداد منخفض الهند الموسمي، واللي معاه الكتل الهوائية الشمالية اللي معظمه قادم من على البحر المتوسط، عشان كده عندنا رطوبة. بالفعل نسب الرطوبة مرتفعة بشكل كبير، أحيانا في بعض الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط تتجاوز 95%، ودي نسب عالية بشكل كبير. القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ما بين 80% لـ85%، وكل ما تقدمت للمحافظات الداخلية أكثر كانت نسب الرطوبة بتقل بشكل تدريجي، لكن ارتفاع نسب الرطوبة هو اللي بيخلينا نحس في الفترة دي وخاصة في شهر 8 بارتفاع قيم درجات الحرارة. يمكن احنا اليوم وخلال الأيام اللي جاية كمان قيم درجات الحرارة هتكون حول المعدلات، واللي فيها العظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار متوقع انها تسجل 35 درجة مئوية. أيوة. لكن وجود نسب رطوبة في الجو احنا هنحسها لو تكون 38 درجة مئوية، وخاصة كمان مع وجود اشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، ده يخلينا نحس بالاجواء الحارة الرطبة فترة النهار في معظم المحافظات الشمالية، السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى. شديدة الحرارة في المحافظات الجنوبية او في المحافظات الداخلية اكثر، شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده هيكون في فترات النهار وتحديدا كمان في فترة الظهيرة. فترة الليل مع الغياب التام لأشعة الشمس أكيد بيكون في انخفاض في قيم درجات الحرارة خلال فترة الليل، خاصة أن الصغرى فترة الليل بتتراوح ما بين 25 لـ27 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، لكن عظمة الرطوبة ونسب الرطوبة العالية اللي احنا بنقول عليها بتبقى فترة الليل كمان مش فترة النهار، فبالتالي ايضا اجواء فتره الليل بتكون اجواء مائله للحراره رطبه في معظم محافظات الجمهوريه. هيكون نشاط نسبي للرياح موجود في بعض الاماكن، يمكن احنا بعض الاماكن من محافظات الوجه البحري، القاهره الكبرى، بعض الاماكن كمان من السواحل الشماليه ممكن نلاقي فيها نشاط للرياح، لكن سرعاته مش عاليه بالشكل الكبير. يعني احنا دايما بنقول الرياح معتدله بتنشط احيانا، لان سرعات الرياح لا تتجاوز ال 35 كيلومتر على الساعه، لكن انا لو موجود في اماكن مفتوحه مدن جديده ممكن احس بالنشاط ده، فبالتالي ممكن يقلل احساسي بعض الشيء بوجود نسب رطوبه، بس ده بيكون في فتره المساء وساعات الليل. كمان طبعا ما زالت الشبوره المائيه ظاهره جويه مؤثره في فترات الصباح الباكر وساعات الليل المتاخر على بعض الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وطبعا بتؤدي لانخفاض طفيف في الرؤيه الافقيه فتره الصباح الباكر، لكن هي ايضا شبوره مائيه خفيفه، يعني سرعان ما بتختفي مع سطوع اشعه الشمس. نقدر نقول من 7-8 صباحا الشبوره المائيه تختفي، الرؤيه الافقيه بتتحسن على اغلب الطرق. بدات كمان يكون عندنا فرص لسقوط الامطار الخفيفه في بعض المناطق الموجوده في اقصى جنوب البلاد، وتحديدا في جنوب سلاسل جبال البحر الاحمر في مدينتي حلايب وشلاتين، لكن هي فرص امطار خفيفه مش مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه، ما فيش منها قلق تماما. كافه محافظات الجمهوريه يعني لا تصل لحد السيول يا دكتوره منار؟ لا تماما مش هتصل لحد السيول، هي امطار خفيفه باذن الله، وزي ما قلنا بس موجوده في حلايب وشلاتين في المنطقه الموجوده في اقصى جنوب الشرق تحت جنوب سلاسل جبال البحر الاحمر، ما فيش منها قلق تماما. يعني يمكن احنا عندنا اغلب المحافظات الحمد لله فيها استقرار في الاحوال الجويه، قيم درجات الحراره ما فيهاش اي ارتفاعات ملحوظه. احنا خلاص يعني نهايات شهر 8 الفترة اللي جاية دي مش هيكون في أي موجات شديدة. لسه بقول كده الصبح والله. الحمد لله، يعني هو أسبوع ينتهي فصل، يعني ينتهي الشهر 8 وذروة فصل الصيف، ونبدأ تدريجي مع شهر 9 إن شاء الله نحس بشكل تدريجي، طبعا احنا مش بنقول بشكل كبير بس نحس بشكل تدريجي إن قيم درجات الحرارة بدأت تنخفض، نبدأ نشوف قيم درجات حرارة اقل من ال 35 32 و33، تبدا نسب الرطوبه تقل بشكل تدريجي مع وجود منخفضات جويه في طبقات الجو العليا، فالاتجاه الاكثر للحاله الجويه ان هيكون فيها تحسن خاصه في قيم درجات الحراره او في نسب الرطوبه، بس مهم جدا لسه برضه نقول نخلي بالنا من التعرض المباشر لاشعه الشمس، لا حتى 38 اللي انا بقول محسوسه على القاهره الكبرى دي في الظل. تعرض الأشعة الشمس في فترات الظهيرة من 12 الظهر لـ4 5 العصر، الفترة دي ممكن لو أنا تعرضت لأشعة الشمس أحس معاها
ارتفاع قيم درجات الحراره، لان شده الاشعاع الشمسي بتكون عاليه بشكل كبير. لو احنا بنخرج في الفتره دي نخلي بالنا بقدر الامكان يكون معنا غطاء للراس يحمينا من اشعه الشمس، نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل واهمهم طبعا الميه، ونتواجد في اماكن جيده التهويه. ده مهم جدا لاحساس نسب رطوبه اقل. كمان عندنا حركه الملاحه البحريه على البحار معتدله بشكل كبير، يمكن احنا البحر المتوسط والبحر الاحمر ارتفاع امواج لا يتجاوز 2 متر، مؤهلين تماما لاعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه. فعشان كده بنقول نستمتع بالاجواء اللي موجوده في كافه محافظات الجمهوريه في ظل الاستقرار كمان اللي بنعيشه في كافه المحافظات. الحمد لله طبعا، وبنشكر حضرتك شكر كبير يا دكتوره منار على النصائح الهامه. كان معانا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. تعالوا بقى كده مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده في القاهره والمحافظات. القاهره هتكون العظمى فيها 35 والصغرى 25، كذلك العاصمه الاداريه 35 25، الاسكندريه 32 24، والعلمين الجديده 31 23، مطروح 30 25، ودمياط 32 25، بورسعيد 33 26، والاسماعيليه 36 24. السويس العظمى فيها هتكون 35 والصغرى 25، انما العريش 32 24، كاترين 31 18، وطابه 36 28، حلايب 35 28، وشلاتين 38 30، شرم الشيخ 39 30، والغردقه 40 29، الفيوم 37 25، وبني سويف 38 25، الوادي الجديد 42 30، واسيوط 40 25، سوهاج 41 26، وقنا 42 27، الاقصر 43 27، واسوان 44 29. دي كانت درجات الحراره المتوقعه النهارده زي ما دكتوره منار قالت كده وطمنتنا، في استقرار كبير في الاحوال الجويه في معظم الانحاء.